أهلا بيكم أعزائي المشاهدين في برنامج فاحصين الكتب. احنا بندرس في سفر القضاء، أشجعكم إنكم تدرسوه معانا. في السفر ده بنشوف الله بيستخدم أشخاص عاديين يعمل بيهم أمور غير عادية، ويستخدم أدوات بسيطة يحقق بيها انتصارات عظيمة، عشان يكون فضل القوة لله مش للإنسان. بنشوف مواقف مؤسفة ومحزنة، لكن كمان بنشوف مواقف مشجعة ومشرفة. نتحذر من الأولى ونتعلم ونتعزى من التانية. فهؤلاء هم الأمم الذين تركهم الرب ليمتحن بهم إسرائيل، كل الذين لم يعرفوا جميع حروب كنعان، إنما لمعرفة أجيال بني إسرائيل لتعليمهم الحرب الذين لم يعرفوها قبل. فقط أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان من جبل بعل حرمون إلى مدخل حماه كانوا لامتحان إسرائيل به، لكي يعلم هل يسمعون وصايا الرب التي أوصى بها آباءهم عن يد موسى. فسكن بنو إسرائيل في وسط الكنعانيين والحثيين والأموريين والفرزيين والحويين واليبوسيين، واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم. فعمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، ونسوا الرب إلههم، وعبدوا البعليم والسواري. فحمي غضب الرب على إسرائيل، فباعهم بيد كوشان رشعتايم ملك أرام النهرين. فعبد بنو إسرائيل كوشان رشعتايم 8 سنين، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم، عثنئيل بن قناز أخا كالب الأصغر. فكان عليه روح الرب وقضى لإسرائيل، وخرج للحرب، فدفع الرب ليده كوشان رشعتايم ملك أرام، واعتزت يده على كوشان رشعتايم، واستراحت الأرض 40 سنة، ومات عثنئيل بن قناز. العدد اللي قدامنا من عدد 1 لعدد 11 في أصحاح 3 نقدر نقسمها لفكرتين. الفكرة الأولى من عدد 1 لـ4 بتتكلم عن الشعوب اللي الرب تركهم في الأرض لأغراض معينة هنشوفها، ومن عدد 5 لعدد 11 بيكلمنا عن أول قاضي في إسرائيل وهو عثنئيل بن قناز. أما عن الشعوب اللي الرب تركها لامتحان شعبه إسرائيل، نقرأ عنها في عدد 3: أقطاب الفلسطينيين الخمسة وجميع الكنعانيين والصيدونيين والحويين سكان جبل لبنان. والسؤال: ليه الرب ترك هذه الشعوب؟ لغرض ثلاثي. أول غرض لتأديب شعبه على عصيانه، وزي ما الرب استخدم شعبه كأداة قضاء على هذه الشعوب، عندما يعصى الشعب الرب يستخدم هذه الشعوب كأداة لتأديب هذا الشعب. الحاجة التانية مش بس كده، لكن ليمتحن الرب بني إسرائيل. وجود هؤلاء الشعوب كنوع من الامتحان، هيشوفهم درجة اتكالهم على الرب قد إيه. لكن أقدر أشوف غرض ثالث مهم جدا، وهو أنه كأن الرب من خلال الشعوب دي بيعلم بني إسرائيل الحرب. فدول الثلاث أغراض اللي لسببهم الرب ترك هذه الشعوب في الأرض. بعد كده بيجي الكلام عن القاضي الأول وهو عثنئيل. بس قبل ما يتكلم عن عثنئيل يقول لنا في عدد 6 واحدة من الأشياء المحزنة اللي ارتكبها هذا الشعب: واتخذوا بناتهم لأنفسهم نساء، وأعطوا بناتهم لبنيهم، وعبدوا آلهتهم. وده اللي سبق وحذر منه يشوع شعب الرب لما قال لهم ما تخلطوش الشعوب، لأنكم لما هتخلطوهم سهل تذكروا أسماء الآلهة الغريبة، وبعدين هتحلفوا بأسماء الآلهة الغريبة دي، وأكتر من كده كمان هتعبدوا هذه الآلهة الغريبة. وقد كان
وهم في الحقيقة بذلك تعدوا كلام صريح واضح في سفر التثنية لما بيقول ابنتك لا تعطي لابنه وما تاخدش بنته لابنك، لكن هم في الحقيقة أخطأهم بأن صاهروا الأمم وهذا قادهم للعبادة الوثنية. قلت أغراض ثلاثية لترك المضايقين في وسط شعب الله، قلت التأديب والامتحان والتدريب وتعليم الحرب. والتأديب ده من محبة الرب، لأن الذي يحبه الرب يؤدبه، أي ابن لا يؤدبه أبوه. وبنشوف الأولاد اللي والديهم ما أدبهمش فلتوا وهلكوا. كانت مشكلة داود مثلا مع ابنه أدونية، لم يغضبه أبوه قط، ما قالوش أنت بتعمل إيه. طب وشعب الله ينفع يكون بلا تأديب؟ وإحنا كأولاد لله ينفع نكون بلا تأديب؟ إن كنتم تدعون أبا الذي يحكم بغير محاباة فثيروا زمان غربتكم بخوف. فحلو إن إحنا لا نكل ولا نخور تحت معاملات الله التأديبية، ولما أكون تحت التأديب أعرف إنه ده من محبة الرب لي. لكن الغرض التاني حضرتك قلت الامتحان، وبالفعل امتحان، لأنه كل المؤمنين لما تكون أعوذهم مسددة بيكونوا شاكرين، كل المؤمنين لما يكونوا في صحة جيدة بيكونوا شاكرين، كل المؤمنين لما تكون الأحوال على ما يرام تلاقي الصلوات والترنيم والتهليل ومبسوطين. لكن لما بيجي الضيق يفرق بقى مؤمن عن مؤمن، والشكر في وقت الضيق ورفعة العين في وقت العوذ مش التذمر والأنين، هنا بيجي الامتحان. لكن كمان مهم قوي إن الرب يعلم يدي القتال وأصابعي الحرب. وإحنا حربنا مش مع لحم ودم، لا، ده إحنا حربنا مع الرؤساء والسلاطين، مع ولاة هذا العالم على ظلمة هذا الدهر، مع أجناد الشر الروحية في السماويات، ومحتاجين إننا نتدرب. فلما نلقى هذه الضيقات نبقى إحنا عارفين إنه ده مش ربنا قاصد به شر، لا أبدا. لكن التأديب، التأديب مهم، ما اقدرش أقول عليه حلو، هو مر لكنه مهم، والامتحان ضروري، والتدريب للقتال مهم. عدد 8، النتيجة الفعلية للزياغان هيبتدي الرب يتقل إيده عليهم، وعنده أدواته، عنده أدواته سوف يستخدمها. وأول هذه الأدوات يقول لنا عن واحد اسمه كوشان رشعتايم، وكوشان رشعتايم ده بيقول عنه ملك أرام النهرين. ويعني جاي منين؟ جاي من أرام النهرين، الموطن الأصلي لإبراهيم عبر النهر اللي هي بابل حاليا، اللي هي المكان اللي خرج منه إبراهيم. ومعنى اسم كوشان رشعتايم يعني ذو الشرين، مش شر واحد لكن شرين. والحقيقة المنطقة دي دايما بتصدر نوعين من الشر، منطقة ما بين النهرين تصدر نوعين من الشر. الشر الأول شر واضح جدا شرس، وهو القضاء والقتل وسفك الدماء. الشر الثاني هو السبي، يعني ممكن تاخد واحد من أرضه وتوديه على ما بين النهرين. واضح الكلام ده منين؟ واضح الكلام ده من حاجتين، من واحد من نفس المكان اسمه لبان. لبان لما طارد يعقوب ورايح هيتعامل مع يعقوب، فالرب لما يظهر للبان يقول له ايه؟ احترز من ان تكلم يعقوب بخير او شر. خير او شر، الحياة هم شرين، بس الرب يقول عنهم خير وشر ازاي؟ الشر اللي ممكن يعمله لبان انه ممكن يقتل يعقوب، والخير اللي هو عند لبان اللي شايف انه خير انه يرجع يعقوب تاني على ما بين النهرين، يعني يا إما يقتله يا إما يرجعه، لكن لن يتركه يواصل المسيرة للأرض اللي ربنا هيديها له. ودول الشرين، يا إما القتل يا إما أنك ترجعه تاني. وعشان يرجع تاني هو فيه هناك غير الوثنية، فيه هناك غير كل الأوثان والآلهة الغريبة. أعتقد في تاريخ هذه المنطقة أيضا هتلاقي إن واحد زي نبوخذ نصر يقول عنه الكتاب أيا من شاء قتل وأيا من شاء استحي. القتل اللي هو الشر المعروف، القتل والشراسة. طب والاستحياء هو يعني اللي كان بيستحيهم نبوخذ نصر كان معيشهم يعني في رغد وعيش لكن بياخدهم عنده على بابل علشان يخدموا ويعبدوا آلهته. فدول الشرين الحقيقة، كوشان رشعتايم، يا إما يجي يقتل ويخلص أو أنه يجيب لك آلهته علشان تعبدها. بس كان لازم الرب يقيم واحد يخلص، واللي يخلص زي يخلص على نوعين من الشر. واحد اسمه إيه بقى؟ عثنائيل ابن قناس، أسد الله، يقدر يتعامل مع الشر الأول والتاني، يقدر يتعامل مع شراسة هذا العدو
ويقدر يرجع الشعب علشان يعبد الرب مرة أخرى، عشان يتوحد قلبه لعبادة الرب. في كلامنا في قضاة 2 قلنا إن الآيات من 11 ل 23 في قضاة 2 بمثابة ملخص لسفر القضاة، وقلنا إنه بنلقى أربع أفكار رئيسية دورة رباعية بتتكرر في سفر القضاة 7 مرات. في قضاة 3 الأعداد من 5 ل 11 دي أول دورة رباعية في 7 مرات اللي هنقراها في سفر القضاء. نفكر بعض، الدورة الرباعية عبارة عن الخطية، عمل إسرائيل الشر في عيني الرب، وطبيعي تيجي نتيجة الخطية العبودية والقصاص الإلهي العادل اللي بيقع على شعب الرب نتيجة خطيتهم. قصاد هذه العبودية ما يبقى لهمش ملجأ إلا الرب اللي تركوه يفتكروه هم تحت إيد مضايقيهم ويصرخوا له، يقوم الرب بمراحم قلبه يبعت لهم المخلص. الدورة الرباعية دي بنشوفها لأول مرة في سفر القضاء هنا مع عثنئيل. فيقول لنا الكتاب عدد 7، عمل بنو إسرائيل الشر في عيني الرب، آدي الخطية. عدد 8، فحمى غضب الرب على إسرائيل فباعهم بيد كوشان، فعبد بنو إسرائيل كوشان، آدي العبودية القاسية، آدي المرار نتيجة الشرور. عدد 9، صرخ بنو إسرائيل إلى الرب. رابع حاجة يقول لنا إن الرب أقام الرب مخلصا لبني إسرائيل فخلصهم، عثنئيل ابن قناذ، أي أن هناك خطية وندم، صرخة وخلاص. الملفت للنظر أيضا أن عثنئيل ابن قناز شفنا قبل كده أن الرب استخدمه على نطاق أضيق ودائرة أقل، على النطاق العائلي لما كالب قال من يأخذ قرية سفر أعطيه عكس ابنتي زوجته، وكان أمين فعلا وأخذ قرية سفر. فهنا بنشوف أن الرب ائتمنه على دائرة أكبر وأصبح القاضي الأول في إسرائيل، واستخدمه الرب أن يخلص الشعب من كوشان رشعتاي ملك أرام النهرين. بمعنى عندما أكون كمؤمن أو كخادم أمين في الدور اللي الرب كلفنا عليه، حتى لو كان على دائرة أضيق الرب يستخدمني بعد كده على نطاق أوسع. قرية ثفر جعل اسمها دبير، وثفر يعني كتاب، ودبير يعني الوحي الحي، الوحي الإلهي الحي. لما يفضل هذا الكتاب حبر على ورق أنا أبقى بلا قوة، لكن لما يبقى هذا الكتاب أقوال الله الحية ليا، يقدر الرب يستخدمني لخلاص الشعب. مفروض ان هم يتعلموا الحرب من الشعوب اللي موجوده حواليهم وما يسمح لهمش ان هم يهجموا عليهم. ده معنى يتعلموا الحرب، او بمعنى اصح الجهاد الروحي اللي يخليني ما اسمحش لاخطائي، ما اسمحش الحاجات اللي بتتحداني، الحاجات اللي عايزه توقعني ان هي توقعني. طب لو وقعت صرخوا الى الرب، لسه عندي حل، لسه عندي حل. المفروض الوضع الطبيعي بتاعي ان انا اكون منتصر واكون مجاهد والاجتهاد دوت اغلب المعركه الروحيه. لكن إذا حصل عكس ذلك فعندي إله عنده سعادة أنه يسمعني حتى في أسوأ حالاتي لما أصرخ لي. واضح أنه هنا زي ما سمعنا الأخ الحبيب عادل في اتساع لدائرة الاستخدام. يعني عثنئيل كان بيخدم في دائرة ضيقة، لكن ربنا استخدمه عشان يكون مخلص لكل الشعب. الطريقة الطبيعية والنتيجة الطبيعية، الأمين في القليل أمين في يقام على الكثير. يعني بنشوف دلوقتي في صراع وفي حسد وفي خصام من بعض مثلا المستخدمين في بعض الدوائر. طب ما هو في تسلسل طبيعي، لو فلان ربنا اداله خدمه قليله وكان امين عليها، ربنا حاطط قانون ان الامين في القليل رب يقيمه على الكثير، ولو امين في الكثير ربنا يقيمه على اكثر، في اتساع للدائره. كل واحد فينا مؤتمن على خدمه ولو كانت صغيره جدا يتعامل مع الرب بالامانه، والرب ما عندوش مانع ابدا ان يوسع الدائره. لكن نقعد نتعامل مع بعض في تقييم أحدنا الآخر، أنت معاك إيه وأنا معايا إيه، أنت معاك 5 وزنات وأنا معايا وزنة واحدة أو وزنتين، أنت الأمور عندك واسعة إزاي في الاستخدام وأنا الأمور عندي مقفولة إزاي في الاستخدام، علي أن أكون أمين بنسبة 100% في الدائرة اللي عندي وأسيب اتساع الدائرة ده للرب. واللي بيقيم الخدام دول الرب. يقول لنا الكتاب فأقام الرب مخلص. الشعب ينفع يقيم مخلص؟ من المؤكد لأ. ولو هيقيم وهيختار هيختاروا الأصغر. آخر كلمة في عدد 9 يقول لي عن عثنئيل ده أخا كالب الأصغر، هو ابن أخو كالب الأصغر. هل لو هم هيختاروا الأصغر؟
ولا هيختاروا الأكبر؟ هيختاروا الأطول. هنشوف اختيارهم بعد كده فعلا، لكن عجيبة اختيارات الله، يختار الأصغر علشان يعمل به عمل عجيب. اختار بعد كده الأصغر، اختار داود الأصغر، أصغر من كل إخوته. قانون الله ده اختار أفرايم بدل منسى الأصغر. دائما الله مش بينظر واختار يعقوب أصلا، واختار يعقوب، بس يعقوب وعيسو توأم. يعني خلينا نقول في توأم، لكن الله بيبص بعد كده على الإمكانيات، إمكانياتك شكلها إيه. هل الله بيختار ده عشان إمكانياته أكتر من ده، مؤهلاته أكتر من ده؟ الله يصر أن يستخدم الأصغر ليكون فضل القوة لله لمن. بعد شوية في نفس السفر هيقولوا العدد ده كتير عليا، أنا ما بستخدمش الكتير. واستراحت الأرض 40 سنة. طول فترة القاضي كان الشعب بيعود إلى الرب، لكن فقط أثناء حكم القاضي، ويموت القاضي ويرجع الشعب من وراء الرب مرة أخرى علشان تبتدي دورة تانية مريرة فيها نفس الرباعية، خطية ثم صراخ ثم خطية ثم عبودية ثم صراخ، وأخيرا يتدخل الرب من مراحم. وعاد بنو إسرائيل يعملون الشر في عيني الرب، فشدد الرب عجلون ملك مؤاب على إسرائيل لأنهم عملوا الشر في عيني الرب. فجمع إليه بني عمون وعماليق وسار وضرب إسرائيل وامتلكوا مدينة النخل. فعبد بنو إسرائيل عجلون ملك مؤاب 18 سنة، وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام لهم الرب مخلصا يهود بن جيرة البنيامينية رجلا أعصر. فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب. فعمل إهود لنفسه سيفا ذا حدين طوله ذراع، وتقلده تحت ثيابه على فخذه اليمنى، وقدم الهدية لعجلون ملك مؤاب. وكان عجلون رجلا سمينا جدا. وكان لما انتهى من تقديم الهدية صرف القوم حامل الهدية، وأما هو فرجع من عند المنحوتات التي لدى الجلجال وقال: لي كلام سر إليك أيها الملك. فقال: صح. وخرج من عنده جميع الواقفين لديه، فدخل إليه إهود وهو جالس في علية برود كانت له وحده، وقال إهود: عندي كلام الله إليك. فقام عن الكرسي، فمد إهود يده اليسرى وأخذ السيف عن فخذه اليمنى وضربه في بطنه. فدخل القائم أيضا وراء النصل وطبق الشحم وراء النصل لأنه لم يجذب السيف من بطنه، وخرج من الحطار. فخرج إهود من الرواق وأغلق أبواب العلية وراءه وأقفلها. ولما خرج جاء عبيده ونظروا وإذا أبواب العلية مقفلة، فقالوا: إنه مغط رجليه في مخدع البرود. فلبثوا حتى خجلوا وإذا هو لا يفتح أبواب العلية، فأخذوا المفتاح وفتحوا وإذا سيدهم ساقط على الأرض ميتا. وأما إهود فنجا إذ هم مبهوتون، وعبر المنحوتات ونجا إلى سعيرة. وكان عند مجيئه أنه ضرب بالبوق في جبل أفرايم، فنزل معه بنو إسرائيل عن الجبل وهو قدامه، وقال لهم: اتبعوني لأن الرب قد دفع أعداءكم المؤابيين ليدكم. فنزلوا وراءه وأخذوا مخاوض الأردن إلى مؤاب، ولم يدعوا أحدا يعبر. فضربوا من مؤاب في ذلك الوقت نحو 10,000 رجل كل نشيط وكل ذي بأس، ولم ينجو أحد. فذل المؤابيون في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل، واستراحت الأرض 80 سنة. انتهى الكلام في عدد 10 عن بعدما استخدم الرب عثنئيل ابن قناز، بس يقول لنا في آخر الكلام أنه مات.
ويمكن الشعب وهو بيراقب الوضع يقول خلاص انتهت، يعني المخلص اللي ربنا أقامه مات وانتهى الموضوع. بس الحقيقة مصنع ربنا مش بيقف أبدا، وبنشوف الموضوع ده كتير في جنازات بعض رجال الله. الإخوة والمؤمنين بيبقوا متأثرين وانطوت صفحة، لكن مصنع ربنا بيقيم أشخاص تاني، وكل واحد ليه بصمته. ربنا ما يوقفش أبدا، يستمر في صناعة الأبطال والخدام. ده اللي عمله ربنا هنا في الأعداد من 12 لغاية 29 أو لغاية 30، في حلقة تانية من الحلقات الرباعية اللي سمعنا عنها، إن الشعب يعود يصنع الشر في عيني الرب، يرسل عليهم أعداء، الشعب يتوب، يرسل إليهم المخلص. حلقات رباعية مستمرة معانا في الكتاب. هنا بقى الشعب عاد عمل الشر في عيني الرب، فشدد الرب عجلون ملك مؤاب. العدو اللي جاي المرة دي اسمه عجلون ملك مؤاب، ومعنى كلمة عجلون يعني دوائر متداخلة. وملك مؤاب احنا عارفين مؤاب ده جاي منين وأصله منين، ونتاج علاقة خاطئة بين لوط وبنته مؤاب. وكلمة مؤاب يعني من أبوه، وفي صورة للعالم مؤاب بيورين العالم. ولما يكون عجلون ملك مؤاب يعني دوائر العالم ودوامات العالم، ففي عدو بيجي على شعب الله هو العالم بدواماته بعجلاته بدوائره، اللي هو مرة لقط واحد زي دماس ويقول الكتاب دماس قد تركني إذ أحب العالم. العالم لما يلقط واحد من أولاد الله رجله تروح في العالم دوامة ورا التانية ورا التالتة، ما تلاقيش المؤمن بعد كده يغوص في العالم. فده عجلون، بس مش جاي على شخص، ده جاي على كل شعب الله. يعني شعب الله يبقى شعب عالمي وينسى الدعوة بتاعته، ربنا يسيبه كده؟ عجلون جه وسيطر على هذا الشعب 18 سنة، بس ربنا أقام ليهم واحد في منتهى العجب. يقيم واحد اسمه إيهود ابن جيرة من بنيامين، إيهود ابن جيرة البنياميني. وأنا لما أسمع عن بنيامين قبل كده إنه ابن اليد اليمين، أتوقع إن اللي هيجي ده يعني إيده اليمين تمام وشغال بإيده اليمين، واليد اليمين بتكلمنا عن القوة والزراع والاستخدام. بس ألاقي إن إيهود ده أعصر، والأعصر ده واحد شغال بإيده الشمال. غريب، هو ربنا بيعمل المخلص ده إزاي؟ ما احنا عرفنا قبل كده اشتغل مع عثرانيل الأصغر وهيشتغل مع ده الأعصر. ربنا بيجيب أشخاص عشان يكون فضل القوة له لا منا، ممكن يكونوا أعصر، ممكن يكون أصغر، ممكن يكون مكسور، ممكن يكون تعبان مفلس، بس جاب شخص. الشخص ده اسمه إيهود، ومعنى كلمة إيهود يعني حمد، زي من يهوذا كده. لكن كمان إيهود ابن جيرة، جيرة يعني الاكترار وتأمل، ودي على طول تاخدني لكلمة الله. واحد بيحمد الرب، واحد بيكتر على كلمة الرب من الحيوانات الطاهرة وفي ناموسه يلهج نهارا وليلا، واحد بنياميني لكن شعر بضعفه ليكون فضل القوة لله لمنا، فهنا بيرمي نفسه على الرب، فالرب يستخدمه لخلاص شعبه. أعتقد حلقة جديدة من حلقات فشل الشعب، لكن تظهر أمانة الله في صناعة الأبطال. رجل أعصر هنا مش معناها بس بيستخدم الشمال، لأن في ناس مركز القوة بدل ما في اليمين بقى في الشمال بسبب حاجات معينة في المخ وفي التركيز، لكن بتكلم على واحد ما يعرفش يستخدم إيده اليمين، فيها مشكلة. الأرجح من معنى الكلمة إن في مشكلة في إيده اليمين، كان عنده مشكلة بس يقدر الرب يستخدمه. العدو الأول كوشان، والعدو الثاني عجلون. كوشان شر مزدوج، ظلام مزدوج، وبنشوف الشر المزدوج في ترك الرب من ناحية وعبادة آلهة أخرى من ناحية. لكن عجلون اللي سمعنا معنى اسمه يثير في دوائر، بيورينا استراتيجية العدو علشان يقود الناس إلى الهلاك، يخليهم يثيروا في دوائر اللي باتوا فيه يصبحوا فيه، وما يهتموش أبدا بأبديته. اللي مهتم بأبديته بيثير في خط مستقيم، ينسى ما هو وراء ويمتد إلى ما هو قدام. لكن اللي مشغول في دوامات هذا العالم اللي بيبات فيه بيصبح فيه، نأكل ونشرب لأننا غدا نموت. فتبص تلاقي الواحد بيذاكر علشان بعد ما يذاكر يشتغل، علشان بعد ما يشتغل يتجوز، علشان بعد ما يتجوز يخلف، وبعد كده الحياة تنتهي ويموت وهلم جرا. دي زاوية، حكاية السير في دوائر. لكن بشوف كمان نفس الاستراتيجية ممكن تمشي مع المؤمنين اللي بيعتادوا على روتين معين، وتتحول العبادة من عبادة حية إلى عبادة تقصية، ونثير في دوائر، وتبقى الكلمات هي الكلمات والطريقة هي الطريقة، ومفيش أي نمو روحي. فعلينا أننا ناخد بالنا من الأعداء، فالعدو مع الخطى بيخليهم يعيشوا في دوائر إلى أن يفقدوا حياتهم
والعدو مع المؤمنين يخليهم يعيشوا في الطقس والروتين إلى أن يفقدوا تأثيرهم. أنا يعجبني كمان أن يهود بن جيرة لما انتصر على عجلون ملك مؤاب استخدم حاجة مهمة قوي، سيف ذو حدين قصير طوله ذراع. وفي الحقيقة كون السيف ذو حدين بيفكرنا بآية مهمة جدا في الكتاب المقدس عن كلمة الله، كلمة الله حية وفعالة وأمضى من كل سيف ذي حدين. على قد أنا كمؤمن ما أكون شبعان بالكلمة، وعلى قد ما تكون كلمة المسيح ساكنة في قلبي بغنى وأعرف أستخدمها بقوة الروح القدس، على قد ما أكون منتصر. سيف الروح الذي هو كلمة الله. ويقولها صراحة للعجلون، عندي كلام الله إليك، وكأن ده الحاجة اللي أنا بعرف أواجه بها كل أعدائي. عندي كلام، الكتاب بيقول هكذا قال الرب، عندي كلام الرب إليك. وحلو إن احنا نستخدمه في كل خدمتنا، سواء رايحين نبارك حد نكون سبب بركة ليه، أو بنواجه عدو ونقول له عندي كلام الرب إليك. يعني أشوف في عدد 30 احنا عارفين إنه عجلون ملك مؤاب، في الأعداد عدد 13 علشان يدخل ويوصل لغاية عدد 30 جاب معاه عماليق، وعماليق ده ليه عداوة مع شعب الله من وقت الخروج، وعداوة عماليق مع شعب الله عداوة شرسة. يعني ده وش ده ما يجيلكش كده بدهاء، لكن يجيلك بالسيف على طول. لكن مؤاب عداوته مع شعب الله عداوة مخفية، ونعرف ده من خلال النجاسة اللي حطها مع شعب الله، وشعب الله سقط مع بنات مؤاب. وبكده أقدر أشوف الاستراتيجية بتاع الشيطان لما بيجيني، ممكن يجيني كأسد عن طريق العمالقة، ممكن يجيني كحية عن طريق المؤابيين. والحقيقة لما الرب يقيم مخلص أيضا يتعامل مع هذين الخطرين. بس واضح هنا في الآخر لما يقولك في عدد 30 فذل المؤابيون في ذلك اليوم تحت يد إسرائيل. أيهما أخطر، لما يجيني كعدو كأسد ولا لما يجيني كحية؟ الحقيقة لما يجيني كحية أخطر بكتير. بس عايز يقولك إن حتى الخطر الأكبر سيطر عليه شعب الله بقيادة رجل الله اللي هو مين؟ اللي هو إيهود. يا جماعة حتى لو أعصر، حتى لو خادم إمكانياته ضعيفة، لكن أمين وطاقي ورامي نفسه على الرب، الرب يقدر يعمل بيه عمل عظيم، يخلص على خطر كبير وخطر صغير، خطر واضح وخطر مخفي. جمال إيهود يبان في الكلام اللي هو قاله، اتبعوني لأن الرب قد دفع أعداءكم المؤابين. طب قول أنا خلاص خلصت القصة يا جماعة، لا ده دي طريقة البشر الطبيعية. ما كانش عنده فيسبوك. كانش عنده فيسبوك. يعني هو ما راحش على الفيسبوك. ما صورش، ما عملش سيلفي. ما راحش وقال أنا رحت وخدمت وربحت وكرست اللي احنا بنوع فيه دلوقتي. أولا وأخيرا هو الرب عايز يقول أنا رجل أعصر مهما كان، وهذه القدرة من عند الرب. فعشان كده نزلوا وراءه وأخذوا مخاوض الأردن ولم يدعوا أحد يعبر. لم يدعوا أحد يعبر. لما يبقى الرب بيديني نصرة أطلب أن النصرة تكون كاملة. طب عدي دي، طب مشي دي، لا مفيش عد دي ومشي دي، يعني الحاجة الصغيرة الثعالب الصغار مفسدة للكروم. في الحقيقة بنلاحظ كمان كلما يزيد شر الإنسان وزيغانه، كلما يعرض نفسه لحصاد أمر. يعني عملت غلط والرب أدبني وما استفدتش، عندما أتمادى لا أتوقع أن يكون الحصاد كما سبق، لكن يكون الحصاد أمر. يقول الكتاب قبل أن أزلل أنا ضللت. ليه بقول الكلام ده؟ علشان بنشوف ان في تدرج في سنوات العبودية. يعني بالنسبة لكوشان رشعتايم ملك أرام النهرين كانت سنوات العبودية 8 سنين، وبعد كده في أيام عجلون ملك مؤاب كانت سنوات العبودية 18 سنة. فصح 4 لما نقرأ عن يابين ملك كنعان يقول ضايق إسرائيل بشد، مش 8 سنين ولا 18 لكن 20 سنة. فعندما يزداد الزيغان تلقائياً يزداد الحصاد. عن ضيق إسرائيل بقف قدام عدد 15 يقول لنا وصرخ بنو إسرائيل إلى الرب، فأقام لهم الرب مخلصاً إيهود بن جيرة البنياميني رجلاً أعثر، فأرسل بنو إسرائيل بيده هدية لعجلون ملك مؤاب. هدية دي إيه الهدية دي؟ دي جزية. في قضاء واحد هم كانوا حاطين الشعب تحت الجزية، وقلنا ده بداية الفشل. بس شوف بقى الفشل وصل بيهم لحد فين. مش هم اللي بياخدوا جزية، دول هم اللي بيدفعوا الجزية. قد كده صغيرين، قد كده مستعبدين، لكن الرب يقيم إيهود بن جيرة رغم ضعفه. يقول لنا انه اعثر، وفي عدد 21 يقول لنا فمد إيهود يده
اليثرى بالشمال يا رب تعرف انك تخلص هذا الشعب من عجلون ملك مؤاب، والرب مش عاوز اكتر من ضربة بالشمال لكن فيها ايمان. افتكر لما الرب راح للتلاميذ على بحيرة طبرية في اخر انجيل يوحنا، وبعدين يا غلمان لعل عندكم إداما، قالوا له مفيش، قال إلقوا الشبكة إلى جانب السفينة الأيمن. فأنا طبيعيا هقول يا رب هو تحت السفينة المية منفذة يمين من شمال هتفرق إيه؟ لا تفرق في الإيد، لأنك وانت بترمي إلى جانب السفينة الأيسر بتستخدم إيدك اليمين، وانت بترمي إلى جانب السفينة الأيمن بتستخدم إيدك الشمال. وعاي... ده على افتراض ان ليها يمين وشمال، لكن التبينه يمين على الشمال وانت بترمي الشبكه وانت بترمي الشبكه، وكانوا عايز يقول انت طول الليل شغال بايدك اليمين عملت ايه؟ ما مسكتش اي حاجه خالص، لكن جرب انك انت توقف ايدك اليمين اللي عمال تدخل بيها في المشاكل والمشاكل مش بتتحل، واستخدم ايدك الشمال بس تكتشف ان ايد الله اليمين هي اللي معاك. فالدرس الطبيعي لينا الأعصر اللي هو مش قادر يستخدم إيده اليمين، اللي هو ما عندوش قوة، اللي ما عندوش قدرة، بس عنده إيد الله اليمين، عنده قدرة الله. ولما قدرة الله تتحط مع إيدي الشمال، إيدي اليسار، إيدي الضعيفة، شو بقى السمك يعمل إيه في الشبكة؟ أعرف بلطجي قتل قتلة وياما ربك القرى حوالينا، وجالي مصاب، وعرفت بعد كده انه في واحد تجرأ وتجثر انه يضربه، بس كانت ضربة خوف، ضربة جب، ما عملتلوش اي حاجة. لكن هنا الضربة فيها قوة، هي بالشمال، لكن شوف السيف اخترق هذا العجلون الى اقصى حد. يعجبني جدا الكلام عن يهود في عدد 16، فعمل يهود لنفسه سيفا ذا حدين. تعمله لنفسك؟ اه. طب ما تستلف سيف اي حد تاني؟ قال لك لا، في الحرب الروحيه كل واحد سيفه بتاعه هو. وسمعنا الاخ الحبيب الدكتور عادل انه سيف الروح الذي هو كلمه الله. في دائره الخدمه ودائره الحرب الروحيه اخطر حاجه انك تاخد سيف غيرك، ولاقي واحد اقتبس اقوال فلان وخدمه فلان وعمل فلان وينسبه لنفسه. يا عم ادخل حربك بس جهز لنفسك سيفك. هو كتاب الله ده كتاب فلان؟ لا، كتاب الله ده اللي خدم منه الخادم الفلاني. انت كمان لو قعدت قدام الكتاب هتقدر تطلع لنفسك السيف وتروح لحربك الروحية بالسيف بتاعك، وربنا اللي استخدم الخادم الفلاني هيستخدمك، واللي وضع كلمات على فم الخادم الفلاني هيضع كلمات على فمك. اخطر حاجة انك تقفل الكتاب وتحفظ خدمتين ثلاثة أربعة سيف فلان وعلان ويعجبوك وتروح تكررهم. الحرب بسيف مستعار فيها فشل. اعمل لنفسك سيفك الشخصي، سيف ذو حدين، هتنتصر هتنتصر. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في السماء. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فاتتني بسفك دماك. لولا النعمة ما كنت أشوفك، ولا كان لي مكان في سماك. أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فاتتني بسفك دماك. أجد الراحة ما كنتش طايل
عشت في قوة سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زايد يا ما حاولت وكنت بحاول أجد الراحة ما كنتش طايل عشت في وهم سنين خدعتني شهوة عيني في عالم زايد ما كنت أشوفها ولا كان لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فديتني بسخ دماغ نعمة غنية اتجهت ليا فكت نفسي من العبودية لما ناداني يسوع ودعاني في الحال قلبي اتغير فيا نعمة غنية ولا كان لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فديتني بسخ دماغ لولا النعمة ما كنت أشوفك ولا كان لي مكان في سماك أنا مديون لك ربي بعمري ياللي فديتني بسخ دماغ وكان بعده شمجر بن عنات فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر وهو أيضا خلص إسرائيل. فعدد 31 نلقى القاضي الثالث وما يتقالش عنه أكثر من هذه الكلمات البسيطة. وكان بعده أي بعد إيهود شمجر بن عنات فضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر وهو أيضا خلص إسرائيل. يمكن عمله مش متسع زي عثنئيل وإيهود لكن في مكانه في المحلة بتاعته في أرضه واجه الأعداء بجثارة. ولفت نظري أول ما يلفت نظري اسمه شمجر ابن عناه. شمجر يعني غريب وابن عناه يعني ابن المعاناة وابن الألم. وده صورة لنا كلنا في هذا العالم. احنا في هذا العالم غرباء مش من العالم. ولأننا موجودين في عالم معادي لله فطبيعي نكون في قلب المعاناة. لكن مش معنى ان احنا غرباء ومش معنى ان احنا متألمين اننا ضعفاء او اننا لا نواجه الأعداء. لكن هنا كان في مواجهة ومواجهة حاسمة. لفت نظر ان الرب استخدمه يخلص بمنساس بقر. مش معنى منساس بقر غالبا دي شغلانته ودي الحاجة اللي في ايده. والرب كتير بيستخدم الحاجة اللي في ايدينا شغلانتنا الطبيعية مواهبنا الطبيعية حاجاتنا الطبيعية عشان يعمل بيها عمل عظيم جدا. بس الواحد يكون حاطط الحاجة دي في ايدين الرب. مين اللي يتخيل ان منساس بقر الحاجة اللي بيزق بيها البقر تعمل خلاص لما الواحد يكون حاططها في ايدين الرب واثق في انه هيعمل كده. منساس زي سيخ كده مدبب ويستخدم فعلا مع الحيوانات. وده بيفكرني من جانب من الجوانب احنا شفنا مع يهود وتأثير كلمة الله لان كان معاه سيف ذي حدين قصير طوله ذراع. برضو المنساس بيتكلم عن كلمة الله في تأثيرها على الضمائر. يقول في سفر الجامعة كلام الحكماء كالمناسيس. وما ننساش برضو في العظة الشهيرة التي وعظها بطرس في أعمال 2 يقول الكتاب عن الذين سمعوا نخصوا في قلوبهم. وده بيأكد أكتر من مرة عن أهمية كلمة الله ودورها ويجب أن الخادم يكون شبعاً بيها علشان يقدر بجد أنه يقتنس من الجحيم نفوس غالي على قلب الرب. الله مش محتاج مركبات من حديد. الله مش محتاج أسلحة جبارة علشان يحقق انتصار. موسى كان اللي في ايده عصايا، شمجر اللي في ايده منساس بقر.
دي ما تعملش حاجة ودي ما تعملش حاجة في إيد موسى وفي إيد شمجر، لكن اللي في إيدينا لما يتحط في إيد الله لا يعمل كثير أوي أوي أوي. اختار الله الأشياء الحقيرة والأشياء الصغيرة علشان خاطر يحقق نصر عظيم. وقدامها نلاقي فيه جرار فارغة مع جدعون. الله لا يمكن أن يعتمد على إمكانيات. لفت نظري التعليق اللي قاله الأخ الحبيب عصام أنه المنساس البقر ده أدوات كان يستخدمها أكيد في شغله، فإزاي نكون بنخدم ربنا حتى وإحنا في أشغالنا؟ في مفهوم خطأ أنك عشان تخدم ربنا لازم تتفرغ للخدمة، وفي طابور طويل يعني لازم أسيب شغلي علشان أتفرغ للخدمة، مع أن التفرغ للخدمة هي دعوة شخصية، ودعوة شخصية بيسبقها تجهيز، وربنا بيكرر عليك الدعوة مرة ومرات لغاية ما شغلك يعيقك عن إتمام الخدمة، فربنا يديلك النور الكافي والواضح والمؤكد إنك اتفضل اتفرغ للخدمة، وتكون هناك مصادقة من الاجتماع اللي انت بتخدم فيه والجماعة اللي انت هتخدم فيها. بقول الكلام ده ليه؟ لأنه المفهوم الخاطئ عن الخدمة اللي خلى ناس كتير جدا وقفت، مش هخدم طالما أنا في شغلي أو أسيب شغل علشان أخدم. لا، هنا بيقولك ممكن وأنت في غيطك تكون خادم للرب، تستخدم أدوات الشغل بكلمة الله تخدم الرب. وأنت مدرس، وأنت طبيب، وأنت مهندس، وأنت في أي شغلانة في أي مهنة تستطيع أن تخدم الرب، تستخدم هذه المهنة كأنها منساس في إيد الرب علشان الرب يستخدمها. شمجر كان واحد من القادة، وفي خطاب يشوع للقادة في يشوع 23 قال لهم في عدد 10: رجل واحد منكم يطرد ألفا لأن الرب إلهكم هو المحارب عنكم كما كلمكم. وتمر الأيام ونكتشف أن هذه الكلمة بعيدة عن المبالغة، هذه مواعيد الله صادقة ويتمم. هذا قائد واحد، يقول لنا الكتاب ضرب من الفلسطينيين 600 رجل بمنساس البقر، واحد منكم يطرد ألفا، الرب وعد وتمم هذه المواعيد، علينا فقط نكون في ملء مشيئته. الأعداء متغيرين، يعني كل ملك جاي احنا عرفنا من خلال الثلاث قضاة دول انه مواجهوا ثلاث أعداء، بس واضح هنا ان العدو ده جاي من فلسطين، والفلسطينيين دول جماعة تاريخهم وجذورهم مش في الأرض دي أصلا، دول جماعة جايين من جزيرة اسمها كفتور، فهم جم وخدوا الأرض دي وسيطروا على الأرض وانتشروا وتوزعوا، وكانوا مهرة جدا في صناعة السلاح، مهرة جدا في صناعة الأسلحة. يعني ما كانتش أرضهم وجم وكانوا مهرة في صناعة السلاح وعملوا انزعاج لشعب الله، وامشي بعد كده في تاريخ القضاة كله، وبعد كده ادخل على تاريخ المملكة أيام داود تعرف إن كان في صراع طويل بين الفلسطينيين وشعب الله، أشهر هذا الصراع جوليات الفلسطيني مع داود وانتصار داود عليه، يعني في تاريخ طويل بعد كده مكمل. الفلسطينيين اللي جم خدوا الأرض، الفلسطينيين اللي جم مهرة في صناعة السلاح. بيكلمنا عن جانب آخر، بتكلم روحيا، جانب آخر من علامات الحرب الروحية في دائرة الصراع الروحي إن الجماعة دول مهرة في صناعة السلاح، يعرف يعمل سيف كويس قوي ويعرف يعمل لك ترس كويس قوي، بس كل ده ضدك. العدو يغير نفسه ويغير بضائعه وينوع أسلحته، أنت هزمته من شوية بس ممكن يجي لك بكرة بسلاح تاني بطعم تاني، علينا أن نكون في منتهى الحذر واليقظة. عزيزي المشاهد، ندعوك لمتابعتنا في دراستنا لأصفار العهد القديم، فأصفار العهد القديم كلها تشهد عن شخص المسيح. هذا ما قاله المسيح عندما أرجع اليهود لأصفار العهد القديم، قال لهم: فتشوا الكتب لأنكم تظنون أن لكم فيها حياة أبدية، وهي التي تشهد لي.